العراق. الكاظمي في زيارة مفاجئة للكويت. ينضم إلينا من بغداد مصطفى القطان مراسل الغد. مصطفى، أجندة هذه الزيارة وأبرز ما تحتوي؟ الوفد العراقي الرفيع الذي وصل إلى الكويت صباح هذا اليوم سوف يقوم بالتباحث حول العديد من الملفات، أهمها طبعا رفع مستوى التبادل التجاري والتجارة البينية بين بغداد والكويت والاستفادة من الحدود المشتركة بين البلدين لتعزيز هذه النقطة بالتحديد. تتصاعد وتيرة التحضيرات الحكومية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ففي الوقت الذي يدشن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته الأولى لدولة الكويت لجذب الاستثمارات قبيل انعقاد مؤتمر بغداد، يجري التحضير لزيارة وفد فرنسي إلى محافظة نينوى ضمن الحراك الدبلوماسي الذي يسبق حضور الرئيس الفرنسي للمؤتمر.